خلينا نبدأ بشوية لطيفة. يعني هسه كملت السبحة 101 ها اليوم 100 يوم عبرت حلوة هاي حلوة مال 101 هسه كملت السبحة يعني يبدو لي انت صاير تحسب يوم يوم مستعجل هواي الان الان وهي هذه كملت السبحة على رد حكومة الأنفاس. تتذكر جنابك عندما تشكلت هذه الحكومة أي. أحدهم الذي شوف أرقى تجارة وأربح تجارة هي تجارة الوهم. فهؤلاء تجار الوهم نعم. يعتقدوا أنه الناس سوف يستمروا غافلين أو واهمين. فالحكومة هذه بشكل موضوعي وأكاديمي، وأنا رجل أكاديمي راح أتحدث لك بشكل موضوعي. من اللحظة الأولى هذه الحكومة تدري جنابك أنا سميتها الحمل الكاذب. تدري ليش؟ لأنه انقلب رئيس الوزراء على كل الوعود والتعهدات اللي كان يطلقها عندما كان نائب. وهذا مو اتهام، هذا جنابك أنت إعلامي بارز ومتابع دقيق للشأن العراقي، غير أنه كونك إعلامي أنت رجل وطني. نعم. ولذلك عندما نتحدث يجب أن يكون هناك عندنا معيار واتزان في الحديث. أنت تدري جنابك السوداني عندما كان نائبا كان يهاجم مسألة رفع سعر الدولار، وكان يضع خطط من خلال الإعلام تتذكر ومن خلال نعم. البرلمان عندما جاء إلى رئاسة الوزراء أول مسألة رفضها زين أنه يعني ما عالج مسألة إعادة سعر الصرف اللي كان هو 120 تتذكر جنابك والرفع في أيام حكومة الكاظمي قيل عنها أسباب اقتصادية وقلة الموارد فرفعوها إلى 145 زين. هو كان يناهض هذا، كان يناهض. وتدري أول قضية هذه انتهينا بعدها. القضية الثانية حتى نقيم بما أنه كملة السبحة اليوم 101، قضية الثانية هو كان يندد بمسألة التعيينات. عجبتك هاي ما السبحة؟ كلش ولا بالي. هي هاي هواية مو ببالك راح أقول لك إياها اليوم. أي كان يندد وبدليل. أول قرار استخدمه هو قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء التعيينات للحكومة السابقة، مو صحيح؟ يلا هواية شالهم طلعهم برا. السوى هو هاي الفراغات اجى ملأها من قبل الأحزاب اللي ساندة لحكومة، أقصد أحزاب الإطار. وبدلا أن يعالج الترهل الكبير خصوصا بالرئاسات الثلاثة وخصوصا في مكتب رئيس الوزراء وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه بزاد الطينة بلة، عين له 64 مستشار. ما أعرف هذول شو يسوون، أنا ما أعرف هذول شو يسوون. يعني رئيس الصين اللي هم راح يصيرون 2 تريليون عنده 6 مستشارين، تعرف أستاذ نجم رئيس الصين تمام هي أكبر قوة عالمية، نعم عنده 6 مستشارين فقط ومسوين شغل يعني من ذول المستشارين صدق يعني مو كذب. المهم